تفكر في البيئة. ده مشروع بيهدف للحفاظ على البيئة، وفي إطار المشروع افتتحت محطة للطاقة الشمسية بإحدى المدارس لتكون تجربة يمكن أن تعمم في العديد من المدارس مستقبلاً. احنا النهاردة في اليوم البيئي، واليوم البيئي ده كان بيستهدف حاجتين: لقاء مجتمعي ما بين المسؤولين والناس حوالين القضايا البيئية، وكمان الاحتفال بأعمال ثلاث مجموعات من المشاريع لثلاث جمعيات، ثلاث مؤسسات من مؤسسات المجتمع المدني. كل حد فيهم تضافروا هم الثلاثة وعم نفذوا مشروع علشان يعملوا المدرسة والحي تحديدا ترعة السواحل بطريقة أحسن للبيئة. يأتي مشروع فكر في البيئة من خلال تمويل من الاتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية لتنفيذ مجموعة من المشروعات اللي بتخدم البيئة وبتوفر الطاقة النظيفة بصورة أكبر في مصر. الموضوع كله الهدف منه هو المشاركة المجتمعية الفعالة من هذه الجمعيات، بحيث يكون المردود لما حضرتك شايف فوق أدلتها يعني مشروعات ذات فاعلية والناس هتستفاد منها، هتخدم البيئة زي الطاقة الشمسية وزي زراعة أسطح المدارس بزراعات منتجة. احنا دلوقتي بنشتغل في أنشطة مجتمعية بره المعهد الأبحاث. الأنشطة المجتمعية دي بالتعاون مع حي الوراق بنشارك رئاسة حي الوراق في كل مشاكل المجتمع، سواء تشجير لشوارع أو طاقة شمسية لشوارع. مع رئيس الحي بنحط دلوقتي خطة، ورئيس تطوير العشوائيات بنحط خطة دلوقتي ومقترحات بندرسها علشان خاطر إيه اللي هنعمله في الشارع مع المجتمع، وإزاي نوعي المجتمع. يأتي على هامش المشروع لقاء مجتمعي لنشر ثقافة الوعي البيئي من أجل التنمية والمشاركة في مجموعة من المشروعات البيئية اللي بتهدف لتطوير الوضع البيئي، بداية من التوعية بالتدريبات العملية والندوات وغيرها من المشروعات الأخرى. مشاركة المجتمع المدني في يعني العديد من الموضوعات الخاصة بالأحياء وبالمناطق في مصر شيء أساسي، وبنسعد بيه جدا من خلال العديد من المبادرات اللي بتتم واللي بيقوم بيها شباب مصر. النهاردة بنتكلم عن مشروع أو مبادرة خاصة بالطاقة الشمسية وإنارتها لأحد الأحياء المهمة جدا في مصر، حي الوراق. وحي الوراق من الأحياء اللي بتتميز بالطابع الشعبي، فبالتأكيد أي مساهمة في التنمية الاجتماعية الخاصة به هيكون ليه صدى على أهالي الحي. خلونا نعرف عن المبادرة أو المشروع من الأستاذة سلمى الصاوي، يعني مؤسسة هذا المشروع. أهلا بيك ومنورانا. صباح الخير. صباح النور. كلميني بقى، إيه بقى الموضوع؟ مشروعنا اسمه مشروع فكر في البيئة، بتنفذه جمعيتين في الوراق بدعم من الاتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية. المشروع شغال في مدرستين في الوراق، مدرسة بنين ومدرسة بنات إعدادي. احنا نفذنا محطة طاقة شمسية في مدرسة البنين، المدرسة حاليا كلها بتنور دلوقتي بالطاقة الشمسية، وحطينا ثلاث أعمدة إنارة طاقة شمسية برضو في مدرسة البنات بتنور الشارع بره بالليل. تمام، يعني أنا بستفيد من المدرسة وبعكس على المجتمع كمان في الفترة المسائية اللي هي فترة ما فيهاش شغل أو ما فيهاش دراسة بالنسبة للمدرسة. بالظبط، لأن المنطقة اللي قدام المدرسة دي مش منورة، فاحنا حطينا العواميد عشان تنور بره. أنتوا بقى مجموعة من شباب المنطقة ولا عبارة عن إيه، وإزاي جمعتوا وإزاي قمتوا بالخطوات دي؟ إحنا جمعيتين، منظمة التعاون الدوري وجمعية أمي. الجمعيتين دول واخدوا المشروع اسمه فكر في البيئة، نفذ ده في منطقة الوراق. هي الجمعية دي هي اللي بتنفذ المشروع مع مجموعة من المتطوعين طبعا في الوراق. احنا عندنا لجان مجتمعية في المشروع بتساعدنا في تنفيذ الأنشطة داخل المكان. اشمعنى الطاقة الشمسية؟ يعني حاليا في اتجاه للطاقة النظيفة، خاصة كمان مشاكل البيئة اللي احنا بنعاني منها، فاحنا مشروعنا هدفه هو
تغيير الوعي البيئي، وان ازاي ناس تتلائم مع الحاله البيئيه الموجوده حاليا في مصر. وده كمان في قرار جمهوري طلع بتعميم الواح الطاقه الشمسيه على المباني الحكوميه، فاحنا بنحاول نقدم نموذج يا ريت يتطبق في بقيه المدارس، لان كمان هيشيل عبء من على شبكه الكهرباء، ان احنا زي ما احنا عارفين في الصيف بيبقى الحمل عليها زياده. اكيد اكيد، والشمس كمان بتبقى زياده، فممكن ان انا استغلها بشكل ايجابي صيف اكتر. طيب انتوا بداتوا بمدرستين، هل دي يعني خطوه او خطه هتبقى شامله؟ عندنا مثلا حصر للمدارس الموجوده في المنطقه في الحي، وبالتالي عندنا خطه هنمشي عليها. احنا للاسف مشروعنا هو في المدرستين بس، المنحه جايه للمدرستين، لكن احنا يعني بنامل ان ده يبقى نموذج ممكن تطبقه جمعيات تانية او حتى الادارات التعليميه في انها تعمم الموضوع ده على المدارس بعد ما تشوف ازاي هتوفر المدارس نفسها كمان. يعني انتوا اديتوا نموذج، والمطلوب بقى من الوزارات المعنيه ان هي تستفيد منه، لكن انتوا كدور قمتوا بيه مفيش فيه استمراريه في المنطقه دي او في الحي ده. هو احنا استمرارنا هيبقى بشكل التوعيه لو حد عايز يعرف معلومات او كده، لكن للاسف المنحه للمشروع بتاعنا للمدرستين دول. وفي كمان المدرستين مش هيبقى فيها بس الواح طاقه شمسيه، كمان في زراعه اسطح وفي حدائق تتطور في المدارس برضو. في المدارس انتوا مشاريعكم كلها متعلقه بالمدارس، يعني بتختاروا مدارس معينه ولا ايه؟ لا، هي مش مدارس بس احنا اللي جوه المدارس اللي هيتم هو زراعه الاسطح والطاقه الشمسيه، وفي فعلا زراعه اسطح تمت في بيت بره المدرسه. هي الفكره المشروع بيتكلم عن ازاي ناخد خطوات عشان تخفيض الحراره، علشان ملائمه التغير المناخي اللي بيحصل دلوقتي، في منها احد الحاجات الطاقه الشمسيه او زراعه الاسطح، بحيث ان انا اخفف شويه العبء عن السطح في البيوت. فما احتاجش ان انا اشغل تكييف، ما احتاجش ان انا استهلك طاقه زياده. تمام. طبيعه استقبال الاهالي بقى ليكوا وردود افعالهم عن المشروع لما بداتوه ولما كنتوا بتعملوه وبعد ما انتهيتوا منه؟ هو المشروع اللي زال مستمر لمده سنه كمان، وبصراحه في دعم كبير من الاهالي. يعني احنا لما قلنا عايزين نزرع بيت، اصحاب البيت كانوا مرحبين جدا وقدموا لنا كل المساعدات. كمان الاداره التعليميه بتاعه الوراق بصراحه متعاونه جدا وسهلت لنا حاجات كتير في الشغل، وهم حابين ان المنطقه كمان تتطور اكتر من كده. هل انتوا شغلكم كله هيبقى خاص بمنطقه الوراق بس، ولا دي مرحله وبعد كده ممكن ان احنا يعني نتطرق لمناطق اخرى؟ وممكن يبقى في مناطق اخرى، بس حاليا احنا شغلنا في منطقه الوراق، كمان هي من ضمن المناطق المستهدفه بالتطوير زيها زي مناطق كتير في اكيد مصر. اكيد احنا عندنا مناطق كتير قوي عايزه تتطور. صحيح. يعني طيب قلتي لي ان احنا مستمرين في الموضوع ده من جانب التوعيه، لكن مشروع الطاقه الشمسيه يعتبر انتهى بالنسبه لكم، وهتفكروا في مشروع اللي هي زراعه الاسطح. احنا بالفعل نفذنا زراعه اسطح في مدرسه البنات، وفي مدرسه البنين هيبقى فيه تطوير للحديقه بتاعتهم، احنا وسعناها وهيبقى فيه في نفس المدرستين اللي انتوا عملتوا فيهم. نفس المدرستين. طب ده يعني جميل، يعني اعتقد المدرستين دولت ان شاء الله يكون ليهم يعني شكل مختلف نتيجه المشروع. هم يبقوا نموذج، يعني عندنا نموذج طاقه شمسيه ونموذج زراعه اسطح، بحيث ان هو ممكن مش بس يتنفذ في مدارس، لا ممكن الناس كمان تنفذه في بيوتها. مش ده حصل فعلا؟ يعني حسيتوا ان في مدارس تانية بدات ان هي تسال ايه اللي بيحصل، احنا عايزين كمان نعمل الموضوع ده، سواء من خلال الطاقه الشمسيه او من خلال زراعه الاسطح في المدرسه. هو ده بالفعل، في كذا مدرسه في الوراق كانوا حابين كمان اكتر فكره الزراعه، لان في مدارس عندها مساحات ارض كانت جنينه وتم اهمالها، فكانوا بيسالوا دايما ازاي نقدر نطورها، طب ممكن نعمل ده ازاي، طب نجيب منين. فالحقيقه احنا بنساعدهم بمعلومات، وكمان في اماكن بتوفر شجر مجانا للمدارس، في مبادرات بتعمل ده دلوقتي. تمام. وفي مدارس اللي هي كمان مدارس الفنيه اعتقد ممكن تساعد بقى، خصوصا الزراعيه، يعني ممكن تساعد في المجال ده بشكل كبير. يعني عايزين برضو كلنا اللي يقدر يعمل حاجه يشارك بيها بشكل اساسي. احنا الفكره ان احنا بنقدم نموذج ومن خلاله الناس تقدر تطبق عندها، نشوف ده ممكن فممكن نعمله. انتوا حسيتوا بايه وانتوا بتقوموا بالعمل دوت، وانتوا بتقدموه لاهالي المنطقه لابناء المدرسه؟ حسيتوا
باختلاف في السلوك، اختلاف في ردود الافعال، لان اكيد البيئه بتاثر بشكل كبير جدا في سلوك اي انسان. اللي بينشا في بيئه جافه وبيئه صعبه غير اللي بينشا في بيئه كلها خضره وزراعه و و و انتوا حسيتوا بده؟ حسيتوا باختلاف في السلوك او في ردود الفعل من الناحيه دي؟ هو اه فعلا ان في ناس كتير كانت حابه اكتر انها تشوف مناطق خضراء. هي الورق حاليا للاسف كلها عمارات، مفيش مساحات كبيره ممكن الناس تزرع فيها، فالناس حابه جدا موضوع الزراعه وحابه اكتر موضوع الطاقه الشمسيه، لان النور مش هيتقطع، هتوفر فواتير الكهرباء اللي هي بتبقى طبعا في الصيف اغلى بكتير من الشتاء. فالناس ابتدت كتير تسال، وانا عايزه اعرف اكتر، طب اقدر اشارك معاكم ازاي، طب ممكن اتطوع في المشروع ازاي. واحنا عندنا لجان مجتمعيه كمان اللي شغاله معانا، في منها جزء في المدارس وجزء منها شباب من داخل المنطقه، بصراحه متعاونين جدا وحابين دايما يعرفوا اكتر عن كل حاجه. بتنشر الموضوع دوت ما بين يعني الاماكن المختلفه، في مش بس عايزه الحقيقه منطقه الوراق، لكن في مناطق كتيره جدا محتاجه ده. ازاي ان انتوا بتنشروا ده او يعني بتسوقوا له في كل المناطق؟ هو احنا حاليا مركزين في منطقه الوراق بس، طبعا في ناس الصفحه بتاعتنا على فيسبوك، في ناس بتيجي تتواصل معانا، طب احنا عايزين نعرف اكتر، طب ممكن اطبق ده في منطقتي ازاي. في برامج وفي منح كتير بتقدم ده، واحنا بنقدر نقدمه حاليا المعلومات او ازاي اوصل، ازاي ممكن اعمل ده، وده بيتم نشره بشكل دايم على الصفحه بتاعتنا. جميل. لو في شباب او فتيات في مناطق مختلفه النهارده وبيشوفونا وعايزين ان هم كمان يستفيدوا من الموضوع ده، يتواصلوا معاكم من خلال موقع معين؟ صفحه، هي صفحه على فيسبوك اسمها فكر في البيئه. فكر في البيئة، مطلوب ان احنا كلنا نفكر في البيئة الحقيقة. من خلال الصفحة انتوا بتعرضوا تجاربكم، تمام، وكمان الخدمات اللي ممكن توفروها لأي حد. بالضبط. تمام. الإقبال على الصفحة أخباره ايه؟ ماشي تمام. كويس؟ كويس الحمد لله. مختلف الأعمار بتشارك؟ في أطفال من مدارس ابتدائي كمان بيبقوا عايزين يشاركوا، احنا بنتعامل مع اعدادي، وفي شباب، في ناس كبيرة حابة انها تزرع السطح بتاع بيتها. تمام. فاحنا بنرد دايما على الرسائل، ولو حد بعت لنا اي حاجة هنرد عليه. احنا بنحييكم على كل الجهود اللي بتقوموا بيها، وبنتمنى كده من كل الشباب وكل الفتيات ان هم يكون ليهم اسهام. الانسان لما بيكون موجود في مكان وبيساهم فيه بشيء ايجابي اكيد ده بيكون ليه اثر كبير جدا في نفسه. فبنشكركم وبنحييكم مره ثانيه. استاذه سلمى الصاوي، انا بشكرك على المجهود دوت، وبتمنى المزيد من الخدمات. فكر في البيئه، ده عنوان الصفحه على الفيسبوك، لو حد حابب ان هو يدخل على الصفحه يشوف ايه الخطوات اللي قاموا بيها، يستفيد كمان من تجربتهم ويقوم بيها في الحي بتاعه، هيكون شيء جيد جدا لما كلنا يعني نحظى ببيئة نظيفة إن شاء الله. بشكرك مرة تانية، بشكر كمان كل اللي تابعوني النهاردة. كده وصلنا مع حضراتكم لنهاية لقائنا، لكن بكرة بإذن الله يكون ليكم لقاء جديد وفرقة عمل جديدة مع مصر جميلة.